الله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. صلى الله عليك يا سيدي يا ابن عبد الله. زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيب. يا كل سيدة يا كل شيخ أو صبي، إن كنت ترجو رحمة فزد في الصلاة على النبي. ألا يا دنيا فاشهدي، ويا جزائر فاطربي، فإننا في تاج القرآن الكريم نحتفي، ونرتقي بأهل الله وخاصته. إنها القراءة الجماعية عبد الغاني التي افتتحنا بها السهرة الثالثة من الطبعة التاسعة تاج القرآن الكريم 2019 1440 للهجرة، القراءة الجماعية التي علمناها وحفظنا بها كتاب الله عز وجل، فحفظنا الله بها أمة ودولة وإنسانا. هي منهج الأولين ومسلك المتبعين من أبناء الجزائر كابرا عن كابر. فشكرا لمسجد الهدى حي بن زرقاء برج الكفان أولا مؤطرين وأساتذة، وشكرا للذين يحافظون على نبضنا، على حسنا، على مرجعيتنا على هذه الأرض الجزائر وفي هذا الوطن الكبير. حياكم الله مشاهدي الأكارم في هذه السهرة التنافسية الثالثة من برنامجكم تاج القرآن الكريم، ويستمر دائما التسابق نحو التاج. في هذه الحلقة إن شاء الله سيكتمل عقد المتوجات وعقد المتوجين إن شاء الله، سنتعرف على كل هؤلاء الأسبوع القادم إن شاء الله. تأهلت إلى الحلقة النهائية عن فئة الإناث شريفة محاوشي من العاصمة، وصاحبتها في ذلك أسماء بارور من باتنا، وستلتحق بهما الثالثة في هذه السهرة إن شاء الله. أما عن فئة الذكور فقد تأهل عبد الرحمن طيب ممثلا عن ولاية المدية، وصاحبه في ذلك عبد المجيد ذهبي من ولاية وادي سوف، وسنتعرف عمن سيلتحق بهما إن شاء الله ليتنافس معهما في الحلقة القادمة إن شاء الله. تحية طيبة للجمهور الحاضر معنا في هذه الأمسية ولمن يحضرون من وراء الشاشات. هذا البرنامج يشرف بأعينكم ويتهادى إلى أسمائكم عبر قناة القرآن الكريم وعبر قنوات التلفزيون الجزائري. دعونا نقف مع هذه اللقطات التي من خلالها دائما نرصد كيف يقضي الطالب والطالبات أيامهم وساعاتهم داخل معهد تاج القرآن الكريم، وأيضا نعرج على أجواء إجراء الامتحان الذي صدر لنا من سيقرأ من الذكور ومن الإناث أمام أعضاء لجنة التحكيم في هذه السهرة. وبعدها على بركة الله ننطلق في أجواء التنافس والتباري حول كتاب الله. وغبنا بمسكه حسن الختام. عندنا الشرف العظيم أنا معكم إذا كنا حافظين كتاب الله عز وجل. أسعد سعادة غامرة بوجودي في هذا المحفل مع
المهتمين بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وتجويدا. هذا القرآن الذي أثر في طوائف من الناس، بل أثر في الجمادات. هذا القرآن الذي رفع الله سبحانه وتعالى به أقواما. ومع الامتحان الأخير المرشح للبرايم الثالث من الطبعة التاسعة لتاج القرآن الكريم، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. براءة الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعد المداولات السرية قررت اللجنة أن تخرج إكرام عطالي من معسكر، سماح راعي من البويرة، زينب شكري من برج بوعريريج، ريان بن نعلي من بدنة، محمد بن هاشمي من وهران، نصر الدين نعناع من العاصمة، الأخضر سايح من تبسة، ضياء الدين لعور من خنشلة. بالتوفيق للجميع. وغبنا بمسكه حسن الختام. إذن مشاهدي الأكارم، هكذا كانت أجواء إجراء الامتحان النصف النهائي الذي من خلال كما قلت في هذه الحلقة سيكتمل عقد المتوجات وعقد أقول المتوجين إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهي الحلقة الرابعة والنهائية إن شاء الله من هذا البرنامج. والأكيد أن التسابق يحتدم للظفر بتاج القرآن الكريم في طبعته التاسعة. إذن مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا دعوني أرحب بأهم أركان هذا البرنامج. أعضاء لجنة التحكيم أرحب بها وبرئيسها الأستاذ عمر أبو سعدة. مرحبا بك أستاذ، تحية طيبة لك ولكل أعضاء لجنة التحكيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خير من تعلم وعلم القرآن إلى يوم الدين. أخي عبد الغني، إن شاء الله تكون سهرة نفسية هذه في الطبعة التاسعة إن شاء الله. هذه السهرة الثالثة من البرايمات، نسأل الله التوفيق لكل متسابقين إن شاء الله، فمن يكون الأحسن والأكفأ هو الذي سيكون إن شاء الله في البرايم الأخير بإذنه تعالى. إن شاء الله، بارك الله فيك أستاذ، أعانكم الله بالتوفيق لكل من سيقرأ بين يديكم في هذه الأمسية إن شاء الله. إذن مشاهدي الأكارم، ننطلق في هذه اللحظة في أجواء التنافس والتباري حول كتاب الله عز وجل. وأولى المتسابقات التي ستمر أمام أعضاء لجنة التحكيم إكرام عطالي من ولاية بسكرة، نتعرف عليها أكثر في هذا البورتري. رحلتي مع القرآن كانت منذ نعومة أظافري، إذ حباني الله سبحانه وتعالى بوالدين وبأسرة محافظة كانت دائمة التشجيع لي على الحفظ. بينما كانت البداية الحقيقية للحفظ في المرحلة الجامعية، إذ ساقني الله سوقا إلى مدينة وهران، مدينة القرآن، حيث التقيت بشيخي وأستاذي في الجامعة الدكتور بدر الدين عماري، أستاذ الإقراء والقراءات بالمدرسة الشاطبية. إذ ختمت القرآن كاملا على يديه في مثل هذه الأيام المباركات من العام الماضي. برنامج تاج القرآن الكريم كان بمثابة هدف سعيت دائما على تحقيقه، والحمد لله أن وصلت إلى هنا. كنت مشاهدة وفية للبرنامج، متابعة دائمة، وكنت قد قطعت على نفسي عهدا أني لن أشارك في البرنامج إلا بعد ختمي لكتاب الله، وكان لي ذلك، فالحمد لله حمدا كثيرا. الهدف الأول هو أخذ التاج بإذن الله. أما عن الأهداف الثانوية، كان طبعا بإتقان التلاوة، حيث قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا.
مقصود هذه القراءة بإذن الله لوالدي أمي وأبي، عسى الله أن تكون في ميزان حسناتي وحسناتهم بإذن الله. إكرام، استعيذي بالله وافتح المصحف في صفحة 324 من سورة الأنبياء. الآية 16، اقرأي من قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أعيدي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. حسبك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى الملاحظات من شيخنا الشيخ زكريا بسباسي فيما يتعلق بأحكام التلاوة، فليتفضل موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إكرام عطالي، بارك الله فيك على هذه التلاوة، جعلها في ميزان حسناتك وحسنات من علمك، ولأجل أنه لا تخلو أي تلاوة من هفوات وسقطات، فإني قد سجلت بعضا منها وهي كالآتي: تردد في ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع، لحن جلي في يفترون يفترون، عدم بيان صفة توسط الراء اللي هي البينية في الأرض، وعدم بيان تفخيم الخاء في كلمة اتخذوا، موفقة إن شاء الله. شكرا فضيلة الشيخ. ننتقل الآن إلى الجانب الصوتي والنغمي مع فضيلة الشيخ عبد العزيز شداد، فليتفضل موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. الأخت إكرام عطالي، كنت موفقة في اختيار الطبقة لصوتك، وكانت موافقة لصوتك، وواصلت بمقام الكرد حتى النهاية.
لكن لو أنك وظفت أكثر من مقام، لأن في هذه التلاوات المطولة يجب أن توظف أكثر، توظفين أكثر من مقام حتى نبدد الملل عند السامع. موفقة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم على هذه الملاحظات وهذه التعليقات. إذن مشاهدي الأكارم، نذهب إلى المتنافسة الثانية، وهي التي نجحت في مرتين في العودة إلى المنافسة. سماح راعي من ولاية البويرة، نتعرف عليها أكثر من خلال هذا البورتري. قصتي مع القرآن كانت منذ صغري، كنت أتذكر في سن الخامسة تقريبا في البيت، العائلة مجتمعة كلها، وأنا يعني أحمل بيدي شيء يشبه الميكروفون نوعا ما، وأبدأ بالتجويد أو الإنشاد. كان لدي الصوت الذي كان بمثابة الحافز على الدخول في هذا الميدان، ميدان تجويد القرآن. وبطبيعة الحال يعني وبفضل الله عز وجل دخلت سن 18، وشاركت في مسابقة تاج القرآن الكريم، وكانت أول مشاركة لي هي هذا العام. أرسلت الفيديو، وكانت أجمل مرحلة هي مرحلة تسجيل الفيديو. كانت لدي عزيمة وثقة بأنني سأفوز بإذن الله. من بين أهداف المسطرة في برنامج تاج القرآن أني أتعلم قدر كافي من أحكام التجويد، كذلك تلقي الدروس من المشايخ والأساتذة يعني الأفاضل، يعني لديهم مستوى رائع جدا، وهي فرصة لا تتاح للكل. يعني هدف التتويج بالتاج، طالما طمحت لإلباس والدي تاج الوقار اللي هو تاج القرآن الكريم في الدنيا قبل الآخرة، بحكم أني الآن في مسيرة حفظ القرآن. إن شاء الله أكمل الحفظ بإذن الله. القرآن لا تبخل به. سماح راعي، سنختار لك سؤالا. افتح المصحف في أول سورة الأنبياء، صفحة 323. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أعيدي. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون.
ما آمنت قبلهم من قرية ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. حسبك شكرا. انتبهي سماح، لديك قراءة من الخيشوم كثيرا، فكذلك انتبهي للتردد في القراءة، ترددات كثيرة في القراءة فانتبهي إليها. وكذلك بالنسبة للميم الساكنة الواقعة بين ضم الشفاه، حسابهم وهم، أعيد الشفاه الوضعية الطبيعية حتى يسمع صوت الميم الساكنة. كذلك الوقف عند السمعوه والوقف عندما آمنت قبلهم من قرية، انتبه الوقوف. وكذلك وأصروا، رقق السين حتى لا تتغير إلى وأصروا. كذلك فلياتهم، انتبه لا مبالغة في همس التاء. بارك الله فيك. والآن نستمع لملاحظات الجانب الصوتي والنغمي من أستاذنا عثمان بن سعد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله منكم الصيام والقيام. بالنسبة للطالبة سماح راعي مولاية البويرة، طبعا يعني نفس الملاحظات ونفس النغمة التي تقرأين بها يعني في كل البرايمات، بإمكانك أنك تستغلي صوتك وتقرأ يعني بنغمات أخرى مثل نغمة البياتي أو الحجاز والنغمات السهلة. مقام الكرد يعني مقام بسيط، يعني حتى المسافات الصوتية الموجودة في المقام بسيطة جدا، يعني لا تظهر إمكانياتك الصوتية. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا لكم على هذه الملاحظات الطيبة المباركة، نتمنى إن شاء الله أن يعمل بها كل من استمع إليها. إذن مشاهدي الأكارم، نذهب إلى الزميل أحمد طالب لنتعرف على ضيفه الذي يشرف به البرنامج في هذه الأمسية، ضيف كريم نتعرف عليه مع أحمد طالب. شكرا عبد الغني. رجل علمته الصحراء سليقة العربية وجمال اللغة وسحرها، رجل من غردايا متليلي بالتحديد بذرة ومنبتا، علمه الشيخ محمد بيب العالم، الشيخ أحمد حماني، الشيخ عبد الرحمن شيبان وغيرهم في الجزائر، درسه محمد سعيد رمضان البوطي ونور الدين عتر وعبد القادر الأرناؤوط وغيرهم في الشام، علمه ابن عثيمين ومحمد المختار الشنقيطي في الحجاز، وله أساتذة من مصر والمغرب ومدينة رسول الله والشام وعموم بلاد المسلمين. ابن الدرس الفقهي إذ أجازه الشيخ محمد بيب العالم والشيخ أحمد حماني وغيرهما في الفقه والإفتاء. ابن الدرس الحديثي مجاز في الحديث النبوي بالسند المتصل إلى رسول الله. كتب تقرير مذهب المالكية من خلال الأحاديث النبوية، كتاب الطهارة والصلاة. كتب الجلسات الشيقات في شرح الورقات. كتب جواهر الإكليل في شرح حديث جبريل. كتب صيغ التمويل الإسلامي ضوابط ومحاذير، عقد المرابحة نموذجا، ومقالات محكمة أخرى. ضيف الشرف للسهرة التنافسية الثالثة للطبعة التاسعة لبرنامج تاج القرآن الكريم 2019-1440 للهجرة هو الفاضل الدكتور محمد العربي الشيشي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبه دكتور، أهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج تاج القرآن الكريم، على طلبة التاج، على حضور التاج، على مشاهدينا وعلى عموم الجزائر. أهلا وسهلا، مرحبا أخي أحمد، بارك الله فيكم، ونشكركم ونشكر قناة القرآن المباركة إن شاء الله، وبارك الله في الإخوة الحاضرين، وبارك الله في لجنة التحكيم،
وبارك الله في طلابنا وطالباتنا المهتمون بالقرآن الكريم. الله يبارك فيك شيخنا محمد. كيف صنعك القرآن في هذا الزمان محمداً عربياً اسماً ومعنى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليماً كثيراً إلى يوم الدين. قصتي مع القرآن بدأت منذ نعومة أظافري، منذ أن كنت صغيراً في الأربع سنوات الخمس سنوات، وهو من حرص كان من حرص من الوالدين بارك الله فيهما، رحمة الله عز وجل على الوالد وحفظ الله عز وجل الوالدة. حرص علي انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حرص علي انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. حرص علي لأنهما يعلماني أن الوالدين اللذين يحرصان على تحفيظ ابنهما القرآن يكرمهم الله عز وجل ويلبسان حلتين، وهما حلة الكرامة وحلة الوقار. كانت قصتي بداية في مدينة متليل الشعانبة، وهي مسقط رأسي هناك في المسجد العتيق. تلقيت القرآن عن شيخين فاضلين، الشيخ شريف بكار رحمة الله عليه والشيخ أحمد بكاذي حفظه الله عز وجل، وبقيت أتدارس القرآن هناك في الكتاتيب في المسجد. ثم بعد ذلك كان لدي احتكاك بأحد أقاربي وهو من العلماء، الشيخ الأخضر الدهمة، وهو من العالم الفقيه اللغوي المفسر، هو قريبي وهو خال الوالدة، واستفدت كثيرا منه في تفسير القرآن. ثم بعد ذلك الله عز وجل أكرمني بالرحلة إلى الحجاز، فاستقريت في المدينة المنورة وتتلمذت عند الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه في المسجد النبوي الشريف، وكنت أتلقى دروسا في التفسير، وهو تلميذ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، فأخذت منه تفسير القرآن الكريم، كما أني أخذت قواعد التفسير وأدوات التفسير من عند الشيخ أحمد دو عبد الله حامد الحسني الشنقيطي، وهو من علماء اللغة الكبار، فقد أخذت عنه قواعد التفسير وأدوات التفسير. وبحمد الله عز وجل كانت مسيرة حافلة من حفظ لكتاب الله عز وجل، ومن تدبر للقرآن، ومن حرص هؤلاء المشايخ على العمل بالقرآن الكريم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله عز وجل بهذا القرآن. كما أننا بفضل الله عز وجل درسنا عند مشايخ آخرين السنة النبوية التي هي مفسرة للقرآن وشارحة للقرآن ومفصلة للقرآن الكريم. شكرا جزيلا أستاذنا محمد العربي الشيشي ضيف الشرف في هذه الطبعة، أهلا بك ضيفا عزيزا. نذكر طلبتنا في تاج القرآن الكريم: إن النماذج بيننا حية تعيش، ولأننا نصنع فيكم النماذج نحضر بكم ومعكم نماذج حية لتتأسوا بها. اسمح لي عبد الغاني قبل أن نعود للمنافسة أن أرحب بصاحب الفضيلة معالي الدكتور عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حاضرا بيننا في هذه الطبعة، فأهلا وسهلا به وجميع الأفاضل الحاضرين هذه السهرة. عبد الغاني. شكرا لك أحمد. إذن مشاهدي الأكارم، دائما نواصل في أجواء التسابق ولازلنا مع فئة الإناث. ندعو الآن ريان بن علي من ولاية باتنة لتمر أمام أعضاء لجنة التحكيم ونتعرف ونتوسع في التعرف عليها من خلال هذا البورتري. منذ صغري عهدت أبي يتلو آيات القرآن الكريم ويترنم بها، فتسللت إلى أعماق قلبي وحفظت جزء تبارك وأنا في عمر الرابعة. ثم في سن 15 عقدت العزم على ختم القرآن لأكون في الدنيا تاجا ونورا لوالدي اللذين يشجعانني على كل خطوة أقدم عليها. ما أسعد الحفاظ في الأزمان. صادف أن شاهدت برنامج تاج القرآن فتأثرت كثيرا به، ودعوت الله أن يوفقني لأصل إلى هنا وأن يتوجني مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. من أهدافي التي أطمح أن أصل إليها وأن أحققها في معهد تاج القرآن هذه الطبعة
أن أحقق ما لم أحققه في طبعة السابعة التي كنت مشاركة بها، وهي نيل المرتبة الأولى لأشرف بها أهل ولايتي ومشايخي وعائلتي. وكذلك من أهدافي نشر رواية قرآن سعادتي التي ولدت في الطبعة السابقة أيضا، وما زلت أكتبها لحد الآن. وأطمح كذلك أن أتقن تلاوة القرآن بمختلف قراءاته العشر. ريان، افتح المصحف في الصفحة 300 من سورة الكهف وقرأي من أول الصفحة من قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حسبك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى ملاحظات شيخنا الشيخ زكريا بسباسي فيما يتعلق بأحكام تلاوة القرآن، فليتفضل موفقا. ريان بن علي، تلاوتك حسنة ومتزنة ومتسقة. أذكر لك بعض التنبيهات والدقائق، خذي نفسك باستعمالها في تلاوتك، وهي تنبيهان متعلقان بالوقف: بارزة وحشرناهم، الوقف جائز مع أولوية الوصل. ما لهذا الكتاب لا يغادر، بدأت بلا يغادر فحولت الأسلوب من أسلوب استفهام إلى أسلوب خبر، إذ المدار على ما لهذا الكتاب لا يغادر. أما المخارج فيعني كان مخرج الياء عائما في الحياة، نسير لم يكن متكئا على شجر اللسان. موفقة إن شاء الله. شكرا فضيلة الشيخ. والآن إلى جانب الصوت والنغم مع شيخنا عبد العزيز شداد، فليتفضل موفقا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه.
ريان لقد بدأت بالنهاوند بمقام النهاوند عكس زميلاتك، فانتقلت بعد ذلك إلى الرصد، ثم تجولت ببعض النطات التي انتهيت بها بمقام رجعت إلى مقام النهاوند، ولكن بعض الجسور التي مديتها بين المقامات كانت غير مضبوطة، ولكن القفلات كانت مضبوطة كذلك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لكم. مشاهدي الأكارم، نختم أجواء التنافس في هذه الأمسية في فئة الإناث مع المتسابقة زينب شاكري من ولاية البرج، نقدمها لكم في هذا البورتري. حكايتي مع القرآن بدأت منذ الصغر، يعني التحقت بمسجد الرحمة عند الشيخ الربيع نفناف، وحفظت ما تيسر من القرآن في سن 9، ثم انقطعت عنه فترة بحكم الدراسة، ثم ما لبثت أن رجعت إلى القرآن إلى معاهدته بزاوية الشيخ بالعيساوي، والتحقت بالزاوية، فمن علينا الله عز وجل بشيخ وهو عمر قاسيمي جامع للقراءات العشر، فحفظت عنده القرآن كاملا بالتحريرات وبرواية واشع النافع من طريق الأزرق. تاج القرآن كان بمثابة طموح وبمثابة حلم، حتى أرى مستواي بين حملة القرآن الكريم، فأردت الالتحاق به أول مرة في سنة 2010، حاولت عدة مرات يعني، لكن لم يقدر الله عز وجل لي النجاح، لكن الآن من الله علي بالالتحاق بالمعهد، والآن أنا أنهل من المشايخ الموجودين داخل المعهد وأخذت من علمهم. كان هدفي من الالتحاق بمعهد تاج القرآن هو التخالط مع أهل القرآن ومراجعة القرآن معهم، وكان هدفي الأول هو إسعاد والدي بما أنهما تعبا وسهر على تحفيظ القرآن، خاصة الأم الكريمة كانت تساندني دائما في هذا المجال وهو تحفيظ القرآن الكريم، فأردت أن أتوجهما في الدنيا قبل الآخرة. افتحي المصحف في الصفحة 325 من سورة الأنبياء وقرأي من أولها، من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين يكفون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة
شبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حسبك، قراءتك كانت متناسقة في مجملها، ولكن لا تخلو من الملاحظات، من بينها المبالغة في القراءة من الخيشوم، خاصة إذا كان حرف مد بعده حرف من حروف الغنة، وكذلك التردد والوقوف، انتبه للوقوف، فالوقف قد يكون كافيا أو يكون تاما عند الوقف فانتبه، وكذلك تفخيم الغنة ولا عن ظهورهم، فخم الغنة لأن الغنة تكون تابعة لما قبلها في التفخيم والترقيق، عدم وضع اللسان في مخرج الكاف عند إخفاء النون الساكنة فيها، وكذلك انتبه إلى تفخيم الغنة، المبالغة في تفخيم الغنة أكثر من المرتبة التي فيها حرف الغنة. بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى ملاحظات الجانب الصوتي والنغمي مع أستاذنا الشيخ عثمان بن سعد، فليتفضل موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطالبة زينب شاكري من ولاية البرج، قراءتك يعني كانت قراءة متواضعة في مجملها، كانت تميل إلى الطريقة التلقينية أكثر منها نغمية. البداية طبعا كانت بنغمة حجاز، وبعدها انتقلت إلى مقام البياتي، فقط يعني كان كثرة النشازات يعني في بعض التغييرات وبعض النوطات، بعض النوطات يعني الموسيقية غير واضحة يعني، خصوصا الانتقال بين الحجاز والبياتي، الصوت يعني نقصه الترويض أكثر، حاول تدرب أكثر، وخصوصا في الطبقات التي تناسب صوتك. يعني نصيحة يعني حاولي أنك تأخذي يعني القدر الكافي من نفس المناسب يعني لطول وقصر الآيات. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذا مشاهدي الكريم، إكرام عطالي من ولاية بسكرة، سماح راعي من ولاية البويرة، وريان بن علي من ولاية باتنا، وزينب شاكري من ولاية البرج، واحدة من بينهن من ستعود إن شاء الله لأجواء التنافس في الحلقة الختامية الأسبوع القادم. إلى أحمد. شكرا عبد الغاني، تحية لك ولطلبة تاج القرآن الكريم. نذكر فقط أننا نصنع النموذج بهذه المناسبة في كل عام من رمضان، نصنع الإنسان بطريقة علمية إعلامية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في مستوى هذا العنوان الكبير. ضيف الشرف هذه الأمسية الدكتور محمد العربي الشيشي، أهلا بك دكتور محمد، ضيفا عزيزا. لا شك دكتور أن الإنسان في هذا الزمن يعيش مآزق مختلفة، مآزق نفسية، مآزق اجتماعية، مآزق ثقافية. كيف يمكن أن نصنع الإنسان بالقرآن في هذا الزمن؟ وقد اشتغلت على السؤال الحضاري في كثير من مداخلاتك، كيف يمكن أن نعيد صناعة الإنسان بشكل أدق في هذا الزمن، زمن المآزق، بالقرآن؟ بالنسبة لصناعة الإنسان الحضاري، الإنسان الشخصية الربانية، تكون بكتاب الله عز وجل، وكذلك بمدارسة العلم، لأن العلم الشرعي مصدره القرآن والسنة، هو مصدره القرآن في الأصل، والسنة هي شارحة للقرآن. فإذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنجد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن. فكل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تجسيد لكتاب الله عز وجل. هذا القرآن إذا كان الإنسان يقرأه قراءة تدبرية، بمعنى يقرأ هذه الآيات ويتدبر معانيه، ويحاول أن يفهم هذه المعاني، وأن يعني يتأمل فيها، فإنه بإذن الله عز وجل يخشع قلبه معها ويقوى إيمانه، ثم تكون هذه المعاني تنطلي في جوارحه وفي حركاته. يصنعه القرآن. يصنعه القرآن، نعم، يعني هكذا كتاب الله عز وجل. ولهذا العلماء عندما قالوا، عندما فسروا قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال العلماء إن من لم يقرأ القرآن فقد هجره،
ومن قرأه ولم يتدبر معانيه فقد هجره، ومن قرأه وتدبر معانيه ولم يعمل به فقد هجره، ومن قرأه وتدبر معانيه وعمل به ولم يدعو إليه فقد هجره. فالتعامل مع القرآن الكريم هو منظومة متكاملة، قراءته وتدبر معانيه ثم بعد ذلك العمل به والدعوة إليه. إذا الإنسان طبق هذه المعالم الأربعة هكذا يكون إنسانا قرآنيا نموذجيا بإذن الله عز وجل. هذه نصيحة للطلبة أولا دكتور؟ نعم أكيد، هذه نصيحة للطلبة ونصيحة لكل من أراد أن يكون عنصرا صالحا في هذه الدنيا ويرضى الله عز وجل عليه ويبوئه الله عز وجل المقامات العليا في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا أستاذنا محمد العربي الشيشي ضيف الشرف لهذه السهرة التنافسية الثالثة إلى الإنشاد تيارة تنشد فرقة السوار الفنية. نتابع. بسم العليم العلام، بسم العليم العلام، نبدأ الكلام بسم العليم العلام، نبدأ الكلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، بسم الله بدينا فتحنا بالقرآن وعلى الزين صلينا طه سيدنا العدنان، بسم الله بدينا فتحنا بالقرآن وعلى الزين صلينا طه سيدنا العدنان، سلام عليكم ورحمة الله، ربي بارك فيكم يا ضيوف الله، بسم الله بدينا فتحنا بالقرآن وعلى الزين صلينا طه سيدنا العدنان، بسم الله لينا في ذي المقام يا علي يا منان، والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذي المقام يا علي يا منان، والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذي المقام يا علي يا منان، واجعل هذه الليلة مبروكة وجميلة بشموع وشعيرة تضوي في كل مكان، واجعل هذا الليلة مبروكة وجميلة بشموع وشعيرة تضوي في كل مكان، والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذي المقام يا علي يا منان، والله الله الله مولانا يا رحمن بارك لينا في ذي المقام يا علي يا منان، والله يا ربي سيدي دير لي الخير
وامي متي للا لركب عولو وامي متي للا لركب عولو في مقام النبوي ثم تنزلو والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير كيف ما قرت عباد الله كاملين والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير والله يا ربي سيدي دير لي الخير ما درت العباد الله كاملين. شكرا لهذه الفرقة الإنشادية الطيبة على هذه التقاسيم الجميلة وهذه الوصلة الجميلة. إذن مشاهدي الأكارم نواصل دائما في هذه السهرة الثالثة أجواء التنافس والتباري حول كتاب الله عز وجل، وننتقل الآن إلى فئة الذكور. ولا بأس أن نذكر بأن البرايم النهائي إن شاء الله سيأتيكم استثناء في الأسبوع القادم يوم الخميس، لأن يوم الجمعة ستكون ليلة القدر حتى لا نضيع بركة ليلة القدر وأيضا ننتفع بما فيها إن شاء الله من خير وبركة. إذن كونوا في الموعد الخميس القادم، ستكون السهرة التنافسية الختامية من برنامج تاج القرآن الكريم. على بركة الله نبدأ مع فئة الذكور، ونبدأ مع محمد بالهاشمي من ولاية وهران، نتوسع في التعرف عليه في هذا البورتري. وغبنا بمسكه حسن الختام. استمع القرآن بدأت من اللي كنت في سن 7 من عمري، وأول واحد شجعني وداني لهذا الطريق هو الوالد عليه رحمة الله، الوالدة اللي نحييها بالمناسبة. الجبال الشاهقات. تاج القرآن الكريم كانت بمثابة حلم، مش غير هي بمثابة حلم لكل واحد دخل في هذا المجال بحكم أنها جزائري. تاج القرآن علمتني واحد الدرس تعلمته في حياتي، أنه الإنسان عمره لا يحتقر نفسه، عمرك لا تحتقر نفسك، لأنه بحكم أن تاج القرآن ترتقي إلى مستوى عالي في التلاوة وقع. فأنا كي جيت للتصفيات قلت يعني مستحيل. بعد التصفيات الحمد لله جزت في المرة الأولى، في المرحلة الثانية لذلك تأثرت لأني تفكرت عامل حاجة، تفكرت الوالد رحمه الله اللي كان يطمح باش يشوفني في مراتب عالية إن شاء الله، ربي ما اكتش باش يشوفني فيها الحمد لله، وهذا قضاء الله عز وجل. في مجال المسابقة طبعا الهدف هو الفوز بالتاج، هذا أول هدف. والحاجة الثانية كاع الإنسان لما فاز بالتاج الحمد لله عرف ناس ملاه وعرف مشايخ وعرف عرف كما نقولوا احنا خوته اللي كان ما كانش يعرفهم دار معاهم معرفة غير بهذا التاج، بفضل التاج الحمد لله. ما أسعد الحفاظ في الأزمان. محمد بن هاشمي، فالتاج يعرفك على أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته أهل القرآن الكريم. وسبحان الله الآية التي فرحمة على والديك التي وقع الاختيار لك، فهي من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وبعدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالصفحة 285، افتح المصحف من صفحة 285 من سورة الإسراء. استعذ بالله وقرأ من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر. الآية 22 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا حسبك سنستمع إلى ملاحظات شيخنا الشيخ زكريا بسباسي فيما يتعلق بأحكام تلاوة القرآن فليتفضل مشكورا شكرا فضيلة الشيخ قراءة فصيحة وأداء لطيف حزين شابته بعض اللحون الخفية أذكر لك بعضا منها أولا كالعادة الغنة المصاحبة للحروف وقد نبهنا على ذلك مرارا الله إلها يعني تخليص المتقاربين الهمزة والهاء معلوم أنهما من نفس المخرج فكان عليك أن تخلص أحدهما من الآخر ولا يعني تتكئ على الأول لتنطق الثاني أو العكس فلا تقل لهما أف فصلت بين الشرط وجوابه بالوقف وهما من المتعلقات أو المتلازمات النحوية التي ينبغي الوصل بين أجزائها وأطرافها غفورا أنقصت في مقدار المد العوض ابتغاء رحمة فخمت المجاور للمرقق والأولى أن تخلص بين الصفتين موافق إن شاء الله تعالى شكرا فضيلة الشيخ الآن نستمع إلى ملاحظات في الجانب الصوتي والنغمي مع فضيلة الأستاذ عثمان بن سعد فليتفضل مشكورا السلام عليكم إذن بسم الله بالنسبة للقارئ محمد بن هاشمي من ولاية وهران طبعا لا يختلف اثنان أن لك صوت جميل وصوت معبر وحساس قراءته كانت قراءة جميلة إلا أنه كان بعض النقائص يعني التي لا تنقص من روعة القراءة الحاجة الأولى يعني لو اخترت طبقة صوتية يعني درجة أقل من هذه بقليل لكانت قراءتك أجمل من هذه لم تكن موفقا في اختيار طبقة صوتية تجنب القراءة من الأنف يعني هو تلقائيا يعني لما ترفع الطبقة الصوتية تلقائيا رح تقرأ قراءة من الأنف حاول يعني أنك تركز وخصوصا في الانتقالات بين مقام الرس والسيكا يعني كان هناك نشاز في الانتقال بين مقام الرس والسيكا أتمنى لك التوفيق السلام عليكم شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم ندعو الآن المتسابق نصر الدين نعناع ممثلا عن ولاية الجزائر العاصمة دعونا نتعرف عليه أكثر في هذا البورتري قصتي مع القرآن
بدأت منذ أن كان عمري 7 سنوات في مسجد حيي الذي كان فيه إمام له صوت شجي، فكان هذا الإمام هو مصدر إلهامنا وقدوتنا في اتباعه. بدأت حفظ كتاب الله عز وجل بذات المسجد، مسجد أبا أيوب الأنصاري، حتى أن انتقلت إلى مدينة أخرى، مدينة براقي، التي كان فيها أيضا شيوخ في القرآن الكريم، والتحقت بهم وأتممت على يدهم. تجربة تاج القرآن الكريم تجربة رائعة جدا، التي بفضلها أصبحنا يعني نعرف مختلف قراء الوطن، سواء من طلبة أو شيوخ، والحد الآن نحن نقدم في الأمسيات رغم مشاركتنا في المسابقات، وكذا نقدم على أننا أحد طلبة معهد تاج القرآن الكريم. الهدف من المشاركة هو كأي طالب هو اللقب والحصول على لقب التاج، فهذا يعني مبتغى كل واحد فينا، ومع ذلك لا يمكن أن يهمل جانب الإخلاص لله عز وجل، فنحن نتنافس في القرآن في عدة مسابقات. القارئ نصر الدين نعنع، افتح المصحف في الصفحة 286 من سورة الإسراء وقرأ من الآية 29: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء حسبك. بارك الله فيك نصر الدين نعناع، تلاوتك كانت متناسقة وصوتك جميل، ولكن لديك بعض الملاحظات، من بينها مغلولة
انتبه، أنت حبست صوت الغين، فالغين نعلم أنها من حروف الرخوة وليست من حروف الشدة أو المتوسطة. كذلك انتبه، أحيانا تمطط في المد لأجل إتمام الصيغة النغمية، فمحسورة زدت في مقدار المد الطبيعي، ويا قادر مططت الياء لأجل الصيغة النغمية، فانتبه إلى هذا. ولديك التكرار دون مسوغ، فلا ينبغي التكرار دون مسوغ، التكرار يكون لأجل الربط ولإتمام المعنى. بارك الله فيك. والآن ننتقل إلى ملاحظات جانب الصوت والنغم مع شيخنا عبد العزيز الشداد، فليتفضل موفقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. إن شاء الله الأخ نصر الدين، ما حبش ما حبش بدأت ما حبش. بالبيات ثم انتقلت إلى الرصد، لكن عندك صوت قوي وجميل، لكن مساحة صوتك تبدو ضعيفة، لهذا فلو أنك نزلت قليلا إلى نوطة، أدنى نوطة في قرارك، لتمكنت وأمنت طريقك نحو جوابك وجوابك نحو جوابك وجواب وجواب جوابك. فنسأل الله لك التوفيق، فننصح الإخوة أن عليهم أن يتداركوا هذه الملاحظات ويعملون بها، لأنها هي التي سوف تمضي بهم قدما إلى التتويج والتألق إن شاء الله تعالى. شكرا. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. مشاهدي الأكارم، قبل أن نواصل أجواء التنافس مع فئة الذكور، نذهب إلى أحمد وإلى ضيف البرنامج. ولا بأس أحمد أن نذكر بين الفينة والأخرى في درج هذه الحلقة بأن البرايم النهائي والسهرة الختامية إن شاء الله ستأتيكم الأسبوع القادم استثناء يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله. عبد الغني، شكرا جزيلا. ولأننا جميعا تحت مظلة اقرأ، هذا العنوان الذي يجمعنا أمة محمدية إلى يوم الدين، هذا واحد من تمثلاته برنامج تاج القرآن الكريم. شيخنا أستاذنا محمد العربي الشيشي ضيف الشرف في هذه الأمسية، عود على بدء. دكتور محمد، اقرأ، كيف هي فيك وإلى أين أوصلتك؟ بفضل الله عز وجل، فقد أكرمني الله عز وجل بدراسة العلم الشرعي، ويعني جمعت الكثير من فنون الشريعة الإسلامية. قد رحلت إلى خارج الوطن إلى عدة دول، فتلقيت العلم في الحجاز عن شيخي الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه بالمدينة المنورة، وأخذت عنه الموطأ في بيته وبلوغ المرام في المسجد النبوي الشريف، وكذلك الشيخ محمد المختار الشنقيطي درست عنده بلوغ المرام وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وكذلك كتاب العدة لابن قدامة المقدسي، وكذلك زاد المستقنع وسنن الترمذي، وكتاب بداية المجتهد ابن رشد. وكذلك أخذت العلم عن شيخي الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم، أخذت عنه مرتقى الوصول ابن عاصم الأندلسي، وكذلك الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، أخذت عنه منظومة مراقي السعود في لسيدي عبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي، سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، وهي ألف بيت وبيت في علم أصول الفقه، فقد شرحها لنا كاملة. وكذلك الشيخ عبد الله أحمد دو عبد الله حامد الحسني الشنقيطي، فقد درست عنده ألفية بن مالك في النحو. والشيخ محفوظ مصطفى الشنقيطي، وهو شيخي في المذهب المالكي، فقد درست عنده متون المالكية بدءا من متن ابن عاشر إلى الرسالة إلى أسهل المسالك إلى متن العاصمية ومختصر خليل. ثم الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي المقرئ المشهور، كذلك درست عنده زاد المستقنع في الفقه الحنبلي في المسجد النبوي الشريف، وكذلك تتلمذت في الشام عند الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، وقد أخذت عنه علم المقاصد، وكذلك الحكم العطائية ورياض الصالحين. والشيخ نور الدين عطر كذلك أخذت منه علم العلل الحديث. ثم بعض المغاربة، الدكتور أحمد الريسوني والشيخ عبد الرحمن الفلالي، فقد أخذت عنه مغني اللبيب، وكذلك كتاب الموطأ منتقى للباجي، وأخذت الكثير من الأسانيد في الحديث
ونلت بفضل الله عز وجل الإجازة في كتب الستة وغيرها من كتب الحديث عن الشيخ عبد الرحمن الفلالي والشيخ محمد الحسن ولد الددو وغيرهم من العلماء. أما الآن بفضل الله عز وجل فأنا مشغول بتدريس العلم الشرعي لطلبة العلم والبحث في ما يخص الناس من الفتاوى وغيرها، ولدي بعض البرامج الإعلامية في الإفتاء وغيرها، والحمد لله كثيرا. شكرا جزيلا دكتور محمد عربي. في اختصار شديد، لو أن نصيحة تنصح بها طلبة تاج القرآن الكريم ومن ورائهم جميع طلبة العلم الشريف، كيف يحتضنون إقرأ؟ القرآن الكريم والعلم الشرعي يحتاج إلى أداب ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهي كثيرة جدا. وكل إنسان تخصص في علم ينبغي عليه أن يتقن ذلك العلم ويجعل هذا العلم هو حياته. بإمكانه أن يدعو الناس من خلال هذا العلم. الداعية ليس هو الخطيب فقط الذي يخطب في المنبر في المسجد، إنما الإنسان الذي مهتم بالقرآن الكريم يمكن بقراءته لآية أن يؤثر في الناس، وتكون تلك الآية سبب في هداية الناس. بأخلاقه يمكن يؤثر في الناس، بالخلق الحسن يمكن أن تؤثر في الناس، يمكن أن تكون داعية بأخلاقك. فعلى طالب العلم أن يحرص على التحلي بمعاني القرآن الكريم وبمعاني العلم الشرعي في شخصيته، وليحرص كذلك على أداب التعلم، فإنها أمر مهم جدا. الدكتور محمد العربي الشيشي ضيف الشرف هذه الليلة. عبد الغني. مشاهدي الأكارم، بعد الاستماع إلى محمد بن هاشم من ولاية وهران ونصر الدين نعلع ممثلا عن العاصمة، ندعو الآن المتسابق الأخضر سايح من ولاية تبسة. دعونا نتوسع في التعرف عليه من خلال هذه الصور. الخضر سايح بدأ يحفظ القرآن هو في سن مبكرة، أنه ختم القرآن في 11 سنة الحمد لله، وبدأ يصلي بالناس تراويح وهو صغير في السن. جبال الشاهقة هي موهبة بدأت من الصغر، بدينا في الأناشيد في النشاطات كذا، اكتشفت أني ذات صوت الحمد لله لا بأس به. دخلت في عالم التجويد، كبرنا حفظت القرآن الصغير، من كبرت شوية تعلمت أحكام التجويد عند مشايخ كثير كثر. في البرنامج تدرس القرآن ودخل فيها الغيرة، معناتها نشوف هكذا نتخيل روحي مع الشباب مع الطلبة، والحمد لله ربي وفقني في 2015. لكن حرصت و 2015 نجحت في مسابقة أخرى في مع قناة أخرى، وفي نفس الوقت لكني فضلت تاج القرآن. من الأهداف كثيرة في هذا المعهد، منها أذكر منها أمر لا نقاش فيه إن شاء الله بإذن الله، نكون إن شاء الله متوجين إن شاء الله بإذن الله. الأمر الثاني هو اكتساب علاقات، القناة هنا تعطيك فرص قراءتها إن شاء الله تعالى البرايم إن شاء الله بإذن الله، أهديها لأحب الناس إلي، هي نفسي أهديها لنفسي ثم لأمي وأبي وكذلك أولادي، راني أب لثلاث أولاد ولزوجتي إن شاء الله. وفقك الله يا الأخضر لليدي إن شاء الله التاجين، تاج الكرامة وتاج القرآن الكريم، وفق جميع طالباتنا وطلبتنا المتسابقين في حصة تاج القرآن الكريم. افتح المصحف في الصفحة 292 من سورة الإسراء واقرأ من بداية الآية 88 من قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن لهذا القرآن
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة حسبك بارك الله فيك. نستمع الآن إلى ملاحظات فيما يتعلق بأحكام التلاوة من شيخنا الشيخ زكريا بسباسي، فليتفضل موفقا. شكرا فضيلة الشيخ عمر. أخضر، قرأت بمرتبة التجويد الذي يحتاج إلى مساحة واسعة من طول النفس حتى يوزع على الحروف بالإنصاف، فجانبت بعض الدقائق الأدائية واللطائف التجويدية من ذلك التردد في القراءة، أهملت الهمس في حرف الثاء بمثلي، وقفت حيث لا يوقف فأبى أكثر الناس، أقفلت مخرج الجيم تفجر، و الغنة المصاحبة لبعض المدود التي تتبع بالنون أو الميم، موفق إن شاء الله تعالى. شكرا. والآن مع جانب الصوت والنغم مع فضيلة شيخ عثمان بن سعد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقارئ الأخطر صايح من ولاية باتنا، يعني ما شاء الله عليك، أنت قارئ متمكن ومجيد، لك صوت رخيم وقوي، فقط يعني بعض الملاحظات التي لا تنقص من قراءتك. اختيارك للطبقة يعني كان مناسب جدا. البداية كانت بنغمة البياتي، وبعدها انتقلت إلى الرست، أين استقريت على درجة الجواب في مقام الرست. فقط تجنب السرعة يعني في بعض الكلمات في القرآن الكريم حتى تكون قراءتك متزنة، يعني بالتحقيق أو بالتدوير، يعني كان هناك يعني خليط بين مرتبة التلاوة. يعني حاول أن تتدرب، يعني حاول أن تبتعد عن الميكروفون، وخاصة في الطبقات العليا. أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. أعضاء لجنة التحكيم، إذا نختم مع المتسابق الممثل لولاية خنشلة أمير ضياء الدين، فلنتعرف عليه سويا في هذا البورتري. قصتي مع القرآن الكريم كانت منذ الأيام الأولى من حياتي، وأنا أبلغ 4 سنوات من عمري أخذني والدي إلى مدرسة تعليم القرآن عند شيخي الفاضل عبد الحق زواجي، وكانت البداية من تعليم الحروف وتصحيح مخارجها إلى تلاوة وحفظ القرآن الكريم. ففي البداية كنت
يعني لقيت صعوبة في تعلم، والحمد لله اليوم بعد حفظ القرآن الكريم بدأت صلاة التراويح وعمري 14 سنة، وأنا حاليا بمسجد أنس بن مالك، وافتتحت قسم قرآني لتعليم الأطفال الصغار، ولي 170 طفلا من بين الذكور والإناث. المشاركة في هذا العام لم أتوقع أن أنجح المرة الثانية على التوالي أن ندخل معهد تاج القرآن الكريم، والحمد لله أخلصت النية لله عز وجل وشاركت، رغم كان التنافس قوي جدا في فئة الذكور، والحمد لله الذي وفقني لهذا وما كنت لهذه الوحدانية الله. هدفي من المشاركة في تاج القرآن الكريم هو تطوير قدراتي وتوجيهها من طرف الأساتذة والدكاترة والمؤطرين وكذلك لجان التحكيم، والفوز بإذن الله تعالى بلقب تاج القرآن الكريم ألا وهو الحلم إن شاء الله. رزق الله الجميع الفوز بالتاجين إن شاء الله، تاج الكرامة وتاج القرآن الكريم. أمير ضياء الدين، افتح المصحف في الصفحة 279 واستعذ بالله، وقرأ من قوله تعالى في الآية التي تقول لك بالاستعاذة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية 35، الآية 35 من سورة الإسراء: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من سورة النحل عفوا، سورة النحل. صفحات مشكك كتيبة المصاحف. الآية 98 من سورة النحل، أي 98 من سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم مشركون. أعد. إنما سلطانه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا قالوا إنما أنت مفتر،
أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي أعد لسان الذي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين حسبك بارك الله فيك نستمع الآن إلى ملاحظة مشايخنا فمع ملاحظات شيخنا محمد الإبراهيمي فيما يتعلق بأحكام التلاوة فليتفضل موفقا مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك شيخ ضياء على هذه القراءة الرصينة وعلى هذه الفصاحة التي تدل على تمرس في قراءة القرآن الكريم وتجويده غير أن قراءتك كقراءة أي إنسان لا تخلو من الهنات تراوحت بين أحكام التلاوة العامة وبين مخارج الحروف وصفاتها من الأخطاء الشائعة عموما في جل القراء المبتدئين هو التخافت الصوت بالنطق بالنون الساكنة أو الميم الساكنة سكونا عارضا يعلمون الرجيم الرحيم فلا يتبين للسامع هل هي ميم أو نون الرجيم الرحيم مسلمين فينبغي للإنسان ألا يخافت بصوته لأن الميم والنون مشتركان في الغنة وفي ضعف المخرج المعتمد عليه أيضا في قرأت لا يحتاج الإنسان أن يقلقل الهمزة فمخرجها لا يحتاج إلى هذه أيضا غنة النون لا يحتاج الإنسان أن يبالغ في وهذه كلها ناتجة من عدم التركيز في القراءة من الأخطاء الشائعة أيضا يعلمون الاتكاء على العين للنطق باللام وهذا أيضا معيب في القراءة فلا يحتاج الأمر إلى هذا الاتكاء يعلمون مش يعلمون فيحتاج الأمر إلى تمرس وتدرب أكثر من هذا موفق إن شاء الله تعالى شكرا لكم شيخنا على دقيق ملاحظاتكم وننتقل الآن لجانب الصوت والنغم مع شيخنا عبد العزيز شداد فليتفضل موفقا مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ضياء الدين صوتك عذب نقي له قفلات جميلة عرب ما شاء الله لكن لم توفق في الانتقال بين المقامات ينقصك التدريب لعلك لم تكن في لم البريمات السابقة لو كنت تابعتها جيدا لاستفدت من ملاحظات لجنة التحكيم بارك الله فيك والتوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم على هذه المساهمة الجميلة في هذا البرنامج أحمد أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى برهان نعم المكرم والمكرم دائما في برنامج تاج القرآن الكريم تفضل شكرا عبد الغاني قبل أن نعود إلى ضيف الشرف هذه الأمسية شكرا بسكرة إكرام عطالي شكرا بويرة سماح راعي شكرا باتنا ريان بن علي شكرا برج بوعريريج زينب شاكري شكرا وهران محمد بن هاشمي شكرا للعاصمة نصر الدين بعناع شكرا لتبسة الأخضر سايح شكرا لخنشلة ضياء الدين الأعور هكذا أبناء هذا الوطن يتعلمون القرآن ويعلمونه الفائز الأكبر على هذه الأرض
هو القرآن. دكتور محمد العربي الشيشي، في آخر إطلالة على الطلبة والمشاهدين، نصيحة للخلان من طلبة تاج القرآن باختصار. أما النصيحة فهناك نصيحتان، نصيحة عامة ونصيحة خاصة. فالنصيحة العامة هي نصيحتي لطلاب القرآن الكريم تاج القرآن، هو الاهتمام بخدمة المرجعية الدينية الجزائرية. فمرجعيتنا الفقهية في الجزائر هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، ومذهب الإمام مالك وفقه أهل المدينة. والإمام مالك رحمة الله عليه بشر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده، عندما قال في الحديث الذي يرويه الترمذي، قال: يوشك أن تضرب أكباد الإبل إلى المشرق والمغرب فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال سفيان: كنا نعده الإمام مالك بن أنس هو عالم المدينة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بالإمام مالك رحمة الله عليه. والإمام مالك هو إمام في الفقه والحديث. قال الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. وقال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم من الحجاز. وقال الإمام الشافعي: أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب مالك الموطأ. وهكذا. فمذهب الإمام مالك رحمه الله هو مذهب متكامل، متعدد الأصول، متعدد المصادر. والإمام ابن تيمية رحمه الله رغم أنه حنبلي المذهب، قال: أجود الأصول في البيوع أصول مالك، لأنه أخذ هذا العلم عن سعيد المسيب الذي كان أفقه الناس في علم البيوع. وكذلك يعني كلام كبير حول المذهب الإمام مالك. أما النصيحة الخاصة للطلاب وهي التحلي بالقرآن الكريم وآدابه فهي كثيرة جدا. الإخلاص، إخلاص العمل لوجه الله. عندما تجلس في مجلس يقرأ في القرآن لا تبتغي إلا ما عند الله عز وجل. وكذلك تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. وكذلك الحرص على الرفقة الصالحة. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت: أذاك مسك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابر وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. كذلك الصبر، الصبر على الأهل، الصبر على الأصحاب، الصبر على المشايخ الذين درسوك. قالت مسائل سحنون لقارئها: لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. التواضع أمر مهم جدا، أخذ العلم من مصادره الصحيحة، تأخذ العلم من أفواه الرجال. يقول أبو حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها مواقع قد حيرت ذهن الفهيم. إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. نعم. فليحرص الإنسان على هذه الآداب، وليحرص على التغني بالقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الكريم. وقال: زينوا بالقرآن أصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمار مزامير ألي داود. قال رسول الله: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. فالاهتمام بالتغني بالقرآن الكريم أمر لا بد منه، لأن القرآن حتى يكون مؤثرا في نفوس الناس ونحقق مقصده الذي هو الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ينبغي أن يقدمه للناس في طبق من ذهب. الدكتور محمد العربي الشيشي، شكرا على كل كلمة، على كل نبض خلال هذه السهرة. ولأن من عاداتنا في هذا البرنامج أن نكرم ضيف الشرف إكراما رمزيا، لذلك ندعو صاحب الفضيلة الدكتور أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، رفقة الدكتور محمد ويذر مشنان المفتش المركزي بوزارة الشؤون الدينية، للتقدم إلى مصطبة ضيف الشرف لتكريم ضيفنا هذه الليلة الدكتور محمد العربي الشيشي. فليتفضل مشكورين. يتفضل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وعبد الله غلام الله والدكتور محمد ويذر مشنان لتكريم صاحب الفضيلة ضيف الشرف لهذه الليلة. نعم، خليك دكتور. تفضل سيد الشيخ، تفضل دكتور محمد يدير. التكريم الرمزي بالبرنوس كالعادة هو تقديم العلماء وأهل الله في هذا البلد. البرنوس هو رمزية البرنوس في إيجاد النموذج، ولأننا نصنع النموذج في برنامج تاج القرآن الكريم، هذا واحد منها من علماء الجزائر، ابن الدرس الحديثي، ابن الدرس الفقهي، صاحب كتاب تقرير مذهب المالكية،
من خلال الأحاديث النبوية كتاب الطهارة والصلاة المشتغل بالفقه الإسلامي وبالتمويل والصيرفة الإسلامية، إذ كتب صيغ التمويل الإسلامي ضوابط ومحاذير عقد المرابحة نموذجا. شكرا للشيخ الدكتور وعبد الله غلام الله، للشيخ الدكتور محمد ويذير مشنان على هذا التكريم الرمزي لضيف الشرف هذه الليلة، السهرة التنافسية الثالثة على قناة القرآن الكريم من الجزائر. السوار الفنية تنشد. شكرا لكم على هذه الوصلة الجميلة، فرقة السوار من غليزان وليس من تيارت، شكرا لكم على هذا الحضور الجميل. مشاهدي الأكارم، وصلنا بأسماء حضراتكم إلى اللحظة التي تنتظرها الإناث وينتظرناها الإناث وينتظرونها أيضا الذكور. إذن إلى أعضاء لجنة التحكيم مباشرة حتى لا نطيل عليهن وعليهم،
ليكتمل عقد المتوجين إن شاء الله في السهرة الختامية التي ستأتيكم استثناء يوم الخميس إن شاء الله. تفضل أستاذ. شكرا أخي عبد الغني، ما أصعب الاختيار خاصة عند تقدم المنافسة وتقارب المستوى، فتقارب كبير بين متسابقين ومتسابقاتنا، فصعب الاختيار. هناك من الذي تمكن في الجانب النغمي والصوتي ولكن لديها فوات في جانب أحكام تلاوة القرآن الكريم، وهناك من العكس فصعب الاختيار. فبعد المشاورات والمداولات، قبل ذلك أستاذ فقط أدعوهن للوقوف حتى يتعرف عليهن الجمهور، ومن تتأهل تتفضل أو تتقدم على زابلتهن، وأيضا نفس الأمر بالنسبة للذكور. تفضل أستاذ وأسرع كما أشرنا. بعد المشاورات والمداولات وبعد قراءة النتائج واستخلصنا من المتسابقات التي إن شاء الله ستعود إلى المعهد وتكون إن شاء الله في البرايم الأخير المتسابقة من ولاية باتنا، ريان بن علي من ولاية باتنا، هنيئا لك بهذا التأهل، وبها ستكون رفيقة شريفة محاوشي من العاصمة وأسماء بارور من باتنا. نذهب إلى فئة الذكور. وفي فئة الذكور كذلك تقارب كبير في المستوى كما أشرنا، فبعد المشاورات والمداولات وقراءة النتائج والجمع بين الجانب الأداء وأحكام التلاوة، اختارت لجنة التحكيم أن يكون العائد إلى برنامج التاج والذي سيواصل معنا في البرايم الأخير بإذنه تعالى المتسابق محمد بل هاشمي محمد بل هاشمي من ولاية وهران للمرة الثانية يعود إلى المنافسة، وسيكون برفقة عبد الرحمن طيبي من ولاية المدية، وأيضا برفقة عبد المجيد الذهبي من ولاية ويد سوف. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم على هذه المساهمة الجميلة، شكرا لهذا الحضور الكريم، وشكرا لجمهورنا الكريم أيضا الذي يتابعنا دائما عبر قناة القرآن الكريم وباقي قنوات التلفزيون الجزائري. شكرا لأحمد ولضيفه الكريم. موعدنا إن شاء الله استثناء الخميس القادم، إلى ذلكم الحين ما لم تمنعنا الموانع وتعرضنا العوارض أقول أترككم في أمان الله وحفظه، واعلموا دائما أن أهل القرآن خيرنا.